أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، وأن حياة القلوب هي قصر الأمل، وأن قصر الأمل هو الاستعداد للآخرة، وأن الاستعداد للآخرة فعل الطاعات وترك الفواحش والمنكرات. اسمع معي وقل وردد: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تبارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال: ينادي منادي في ذلك اليوم، في ذلك اليوم العظيم، قال: ينادي منادي ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون من هول ذلك اليوم وطوله وشدة حرارته؟ فيقول: فماذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في النار، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنا ننتظر ربنا، إنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنا ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول: هل بينكم وبين ربكم آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق. فيكشف الجبار عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا مصداق قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون.